أغثني يا رب، أغثني يا رب. أنا أقصى طموحي دلوقتي إني آخد فرصة للحياة وأشوف ابني واخلص من القضايا بتاعت اللي ملفقها لي. بعد سنين من الخلافات والمحاكم بين المطربة بوسي وطليقها المنتج وليد فطين، أدت لشغل الرأي العام لفترة طويلة، وكانت النتيجة نهاية صادمة. تابعونا. من ساعات أعلن المطرب حمزة الصغير عن وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي، وقال عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا فطين ويغفر لك، أرجو الدعاء لي وقراءة الفاتحة، خبر صادم بصراحة. وحرص مجموعة من أصدقائه على نعي أسرته على صفحتهم الشخصية، وكان منهم المنتج مصطفى السويفي اللي كتب على حسابه بموقع فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا فطين ويغفر لك. فطين ما كانش صديق مقرب بس، فطين ده اتظلم من ناس كتير حواليه، وكانوا من أقرب الناس ليه، وكان فتح لهم بيته، وطبعا اللي ظلموه أكيد عارفين نفسهم، وهو دلوقتي في دار الحق وخصيم ليكم ليوم الدين. وعن سبب الوفاة فلم تذكر أي جهة سبب الوفاة حتى الآن. أما بخصوص الخلافات اللي كانت ما بينه وبين طليقته المطربة بوسي واللي دامت لسنين، فيذكر أن الأيام الأخيرة في حياة فطين كانت مليئة بالعديد من الصراعات بينه وبين زوجته المطربة بوسي، وده كان بسبب شيكات موقعة من بوسي ليه بقيمة 8 مليون جنيه. وفي وقت سابق كان اتهم المنتج وليد فطين طليقته الفنانة بوسي بتحريض عدد من الأشخاص بالتعدي عليه وسرقة شيكات وأوراق خاصة بيه وإيصالات أمانة قيمتها أكتر من 8 مليون جنيه، إلى أنها قالت للنيابة بأنها لا تعلم شيء عن الاتهامات، ومن وقت انفصالهم لم تقوم بالتواصل معاه، وأن علاقتهم انتهت منذ ذلك الوقت. وتبين من تحقيقات جهات التحقيق أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي، إلى أنه اتفاجئ بمقابلة 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه وفروا هاربين، حيث شرحت التحقيقات وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك، وما إن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص قاموا بسرقة الشيكات وإيصالات الأمانة منه. وعلى الفور توجه المنتج الفني إلى قسم شرطة المقطم وحرر محضر بالواقعة، واتهم فيه زوج المطربة بوسي بسرقة إيصالات الأمانة والشيكات منه وقيمتها أكتر من 8 مليون جنيه. وبعد إجراء التحريات اللازمة توصلت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى صحة الواقعة، وألقت القبض على زوج المطربة بوسي وعدد 2 آخرين شاركوا في الجريمة، وبعد مواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة. ويذكر أن وليد فطين نشر مقطع فيديو ليه ظهر فيه وهو بيخاطب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطالبه بالنظر في شكواه، وانه يريد انهاء تلك الخلافات لكي يتمكن من رؤية ابنه. وقال وليد فطين في الفيديو اللي قام بنشره مسبقا انه تفاجئ باسم الطلبية ويوم 13/6/2020 بحضورهم بمنزله، وانهم قاموا بإلقاء القبض عليه وتوجهوا به لاسم الهرم، وانه تعامل هناك احسن معاملة. واضاف وليد فطين قائلا: اوهموني اني في جهة سيادية وارغموني على توقيعات وتنازلات شهر عقاري وعقود عرفية بالاكراه، وكانت بوسي موجودة وبتهددني بشخصية عربية مرموقة ومعروفة. ودوني الاسم الهرم وما شفتش هناك غير حسن المعامل. بعد كده رئيس اوهموني اني في جهة سيادية، اوهموني اني في جهة سيادية واحنا في بلد قانون يا رئيس، ارغموني يا رئيس على توقيعات وتنازلات شهر عقاري وعقود عرفية بالاكراه، كانت بوسي موجودة وتهددني بشخصية عربية مرموقة ومعروف، وانا عارف ان الراجل ده راجل عادل وخيره سابقه وراجل سعادة. وتابع وليد فطين: واحب اوضح لك الصورة، الست دي مش عاوزة ترجع لي حقي، ودمرت لي حياتي وشغلي وسمعتي، وحرمتني من ابني، وانا ربنا جعلني سبب لنجاحها بشقايا وتعبي ومجهودي، وكل واحد فينا كان محتفظ بحقوقه بموجب اوراق رسمية وقانونية، ولفقت لي قضية، حطت لي سلاح ومخدرات تحت السرير عشان تخلص مني وتحصل على جميع اوراقها اللي عندي. الست دي مش عارفة ترجع لي حقي، دمرت لي حياتي وشغلي وسمعتي، وحرمتني من ابني، وانا ربنا جعلني سبب لنجاحها بشقايا وتعبي ومجهودي، ولفقت لي قضية، حطت لي سلاح ومخدرات تحت السرير عشان تخلص مني وتحصل على جميع اوراقها اللي عندي. واخدت فلوسي وممتلكاتي وعربيتي وخزنتي، وانا من 2015 في مشاكل وقضايا معاها، خسرت كل حاجة، مش عارف اعمل ايه، وانا مش صايع يا ريس عشان تعمل فيا كده واعيش طول عمري في قضايا وسجون ومشاكل. انا اقصى طموحي دلوقتي اني اخد فرصة للحياة واشوف ابني واخلص من القضايا بتاعت اللي ملفقها لي، اغثني يا ريس. وفي النهاية لنقول الا ما يرضي الله، ان لله وانا اليه راجعون، وعند الله تجتمع الخصوم.